طبعا هذا الموضوع هو قديم حديث وهنفضل نتكلم فيه حتى يعني نستوضح الحقائق ونستبين الوقائع الموجودة على الأرض وتكون واضحة بالنسبة للجميع. أكيد حضراتكم يعني تابعتوا الفيلم، هو يعني لا يستحق إن احنا نعلق عليه، لكن في أمور كثيرة مغلوطة وردت فيه. محتاج أعرف من حضرتك الأول دكتورة بالسطرة، وأنا عارفة إن حضرتك كنت بتكتب نوتس وإحنا بنقول المقدمة، كيف لو أن هناك الفيلم ده قدم نماذج ملحدة، كيف وصل شباب إلى الإلحاد وإيه اللي أثر عليهم في هذه الفترة؟ يعني هل فعلا ما أراد الفيلم إيصاله بالأحداث اللي أعقبت 30/6 أم الفترة نفسها اللي اعتلى فيها الإخوان سدة الحكم؟ أولا شكرا لقناة سي بي سي على استضافتنا النهاردة، وشكرا للأستاذة مروج إبراهيم على هذه الحرارة الجميلة في التقديم يعني والعرض. أيضا البرنامج ما وراء الحدث بيمس قضية مهمة جدا، وهي ملاحقة قناة الجزيرة فيما تقدمه من موضوعات ويعني وضعها على مائدة الحوار، لأنه بالتأكيد قناة الجزيرة بتبذل مجهود كبير في الإضرار بسمعة مصر عموما وسمعة النظام المصري خاصة. محتاجين باستمرار ان احنا فعلا نحط هذه البرامج تحت يعني المجهر ونشوف ما الذي تحتويه. الفيلم المرة دي اللي احنا بنتكلم عليه يمثل سقطة كبيرة جدا لقناة الجزيرة، لا تتناسب اطلاقا مع المستوى الفني الذي تقدم به، يمكن حاجات تانية اخرى او عالمية هذه القناة يعني. لكن هو يعني بالنسبة لي يعني ارى في هذا الفيلم انه الجزيرة استنفذت كل أغراضها في المواجهة مع مصر، فما عندش لاقي حاجة تقدمها بالمرة، فلس يعني. فيعني يعني زي ما تقولوا بتصف ورد، بتصف مصر الآن بمواصفات لا يمكن أن تنطبق عليها. المعروف أن الشعب المصري كله متدين بطبيعته، وأنه التدين عند المصريين ما هوش متعلق بالسياسة عموما، التدين ده عميق وقوي جدا في نفوس الشعب المصري، بل التاريخ بيثبت انه حتى في الزنقات السياسيه الشديده الناس بتزداد تدينا وتزداد يعني، انما ان يبقى في مواطنين ملحدين او مواطنين يعني بيكرهوا الاسلام او ما شابه ذلك، انا بعتقد انه هذا من حيث العدد الذي قدم والنماذج هي لا تمثل الشعب المصري في شيء، وبالتالي الجزيره فشلت في ان تحقق هدف كانت تريده، إن الظروف السياسية تسببت في إلحاد المواطنين المصريين. الفيلم إطلاقا لا يمكن أن يعني يحقق هذا الهدف، الواقع يثبت غير ذلك تماما. يمكن فعلا الناس ممكن يعني تكره الدين لما تشوف واحد بيدعي التدين ثم يمارس عكس ذلك، لكن برضو هذا قد يعني يكون في مرحلة سنية معينة، انما عموم المصريين مش هياخدوا دينهم من الافراد ولا هياخدوا دينهم من المنظمات ارهابيه او غير ارهابيه، وما زالت هذه المنظمات رغم كثرتها في العالم وتاثيراتها السلبيه لا تمثل شيئا شعبيا في المجتمعات العربيه عموما، وبالتالي في وقت الجد بالتحديد الشعوب بتقوم في مواجهه هذه المنظمات وتستطيع ان تتغلب عليها، ويمكن ده اللي حصل في مصر بالتاكيد يعني، كان يعني هذا واضحا ان الشعب في ناحيه وتفكير هؤلاء في ناحيه اخرى. اهم من كل هذا احنا عايزين نقول له مهما كانت الظروف ليس هناك اي مبرر للالحاد. احنا المفروض كمصريين نواجه الجزيره بهذه الحقائق، انه مهما قدمت اسباب للالحاد فهي اسباب غير مقبوله، لانه الدين مترسخ في البشريه. صحيح، هو ده الايمان ده يعني جزء من تكوين الانسان وعلاقته بربه وفكره ومعتقده اللي المفروض لا يمسه شيء، ولو مسه شيء يبقى هذا الفكر ولا يمكن هو انتحال اسباب مقبوله لهذا على الاطلاق، بل انه التقدم العلمي كله بيدفع الانسان ناحيه التدين.